واحد من الحراس المتميزين، عشان كده بنقول له الف سلام. النادي الاهلي هيبقى فيه مباراه وديه زي ما قلت لحضراتكم القادمه امام المنصوره، ده قبل انطلاق بطوله الدوري ان شاء الله. ضربه البدايه تبقى قويه، والاهلي عنده مجموعه كبيره من اللاعبين، عنده ثلاث كل مركز ثلاث لعيبه متوفر، ولسه في الكواليس كده في شغل لكن مش هنتكلم دلوقتي. الناس بس عشان بتتكلم على مش عارف مين اللاعب السوري ومين، احنا البرنامج هنا ما قالش لعيب سوري ولا قال اي حاجه خالص. فالبعض بيقعد يناقش زي ما قلت لكم الفكره اللي بيقول اي حد يقول فكره وفي الاخر يناقشها ويقول لك هو ما جاش ليه. طب ما انت اللي عملت الفكره اساسا، واللي انت ده مش واحد، اللي انت ده كتير. فالنادي الاهلي لما هيتفاوض مع لاعب ويبقى العقد موجود هنعرض لحضراتكم هنا ونقول لكم مين اللاعب اللي قريب من النادي الاهلي. في الكواليس في كلام مع راس حربه، في كلام مع سردباك، ولكن لما تتم المواضيع هنعرض لحضراتكم، لان دورنا نبقى عامل مساعد للفريق. خلينا نطير كمان لاوغندا سريعا مع محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. استاذ محمد برحب بحضرتك. مرحبا بيك كابتن شادي ومزيد من التألق. استاذ محمد طمني على بعثه المنتخب، ارضيه الملعب، الاجواء، الجو، ايه اخباره، وكمان الروح المعنويه للجهاز الفني واللاعبين. اتفضل يا استاذ محمد. والله كابتن، هو النهارده كان يعني التدريب الوحيد للمنتخب المصري على ملعب نيلسون مانديلا اللي هيقام عليه المباراه بكره الساعه 3. يعني كان تدريب كان كله يعني جبل تكتيكيه كابتن، ما كانش فيه حاجه كده في التقديم، ما كانش فيه حاجه معينه من الخطه اللي هيلعب بها مستر كوبر بكره. كان في تواجد كبير من الاعلام الاوغندي، واعتقد ان ده السبب الرئيسي ان مستر كوبر ما قدرش انه يلعب بالتقسيمه او يجرب التشكيله الاساسيه بتاع ماتش بكره. كان معظم اللعب كان تدريبات بدنيه في الاول خالص، بعد كده جري الكوره ببعض اللعيبه، واجتمع بس في خط الوسط بلعيبه خط الوسط كابتن شادي منه حسام عاشور و كان مرسي، واجتمع بيهم بصالح حامد، واجتمع بيهم وقعد يديهم شويه تعليمات وتحركات ازاي يخرجوا وسط الملعب في ماتش بكره. ده بيبين ان هو يعني بكره الكوبر هيسيب الماتش بطريقه دفاعيه شويه كابتن، عشان حتى اول ربع ساعه زي ما انت عارف طبعا يطلع حماس اللعيبه والجماهير اوغندا اللي كانت متواجده بكره ب 42,000 مشجع. في اهتمام طبعا النهارده واضح جدا بالماتش. ارضيه الملعب طبعا ارضيه سريعه للغايه، حتى كان في تعليق من الكابتن محمد صلاح وهم الاثنين بيعانوا ارض الملعب، قال لك دي جنينه مش ملعب. يعني ارضها طويله وفي مطبات كتير وفي نقط كتير في الملعب. طب خليني اعرف منك، الملعب ترتان ولا نجيل طبيعي؟ يعني نجيل يا كابتن، نجيل طبيعي. الارضيه سيئه؟ ارضيه سيئه للغايه، يعني يعني معظمها حته عاليه وحته واطيه، في مصر في نقط كتير في قلب الملعب. لكن طبعا يعني اللعيبه متعوده على كده، والكابتن هنا بيقول معاهم دقيقتين كده في التدريب، قال لك هم يعني اللعيبه متعوده ومش هناخد في حجه وبتاع، احنا نلعب ماتش وبعدين نكون نطمن حقنا فيها كمان بكره. تمام. طبعا يعني كان في حاله من الارهاق لبعض اللعيبه بسبب رحله السفر الطويله امبارح، يعني حوالي 7 ساعات. شايف ان في تسكيله كابتن ان شاء الله، واهتمام بالماتش ان شاء الله، واللعيبه عندها حماس. طيب الاجواء هناك، الجو يا استاذ محمد، الجو ايه اخباره؟ يعني درجه حركه امبارح 23 24، وفي سقوط في الامطار كده كابتن، يعني بعض الاحيان يعني بيقلب الجو، بيقلب يعني حوالي كمان زي كده بيرجع للنظام الثاني درجه حراره، ومعظمها امبارح والنهارده من 23 24 25، الجو كويس يعني جو كوره كويس، لكن في سقوط بعض الامطار بس مش بطريقه مكثفه يعني. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد على المعلومات اللي انت قلتها لنا، وكمان ربنا يوفق منتخبنا ويرجعوا لنا بانتصار كبير عشان حلمنا.